يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فما معنى هذه الآيات وما المقصود بالإفساد في الأرض مرتين؟ وهل قد مضت المرتان؟ وما معنى قوله فجاسوا خلال الديار؟ وماذا يفهم من هذه الآيات؟ قول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أخبرناهم. نعم، أي أخبرناهم وبينا لهم أنهم سيحصل منهم إفساد في الأرض بالكفر والمعاصي وقتل الأنبياء. أو حي قضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض، يعني بالمعاصي والكفر والإلحاد، مرتين. المرة الأولى حصلت، ثم إن الله سبحانه وتعالى عاقبهم. نعم. إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. بعث الله عليهم عدوا من الكفار، من كفار المجوس أو من غيرهم، فقتلوهم شر قتلة استباحوا بلادهم وديارهم عقوبة لهم لما أفسدوا في الأرض. هذا حصل عليهم المرة الأولى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعاد الكرة لبني إسرائيل ونموا وأعاد لهم قوتهم، ثم جعلنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بعدما عاقبهم الله سبحانه وتعالى على الإفسادة الأولى، من عليهم بأن أعاد لهم قوتهم وعزتهم وكثرة الغنى والأولاد. ثم إنهم لم يقيدوا نعمة الله بالشكر وعادوا إلى إفسادهم مرة ثانية، فأفسدوا في الأرض مرة ثانية. عند ذلك بعث الله عليهم عدوا آخر أيضا استباح بلادهم وأهلك الحرث والنسل ودخل المسجد الذي هو بيت المقدس كما دخله العدو الأول، ليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي ليتبر هذا العدو ويفسد ما حصل لكم في هذه الفترة من النشاط والعمران وكثرة الأموال والأولاد، ليتبر ذلك ويقضي عليه عقوبة لكم. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني المرة الثانية وهي الإفساد في الأرض، يسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة. نعم. فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية عن بني إسرائيل أنهم حصل منهم إفساد في الأرض مرتين، وهذا في الزمن الماضي. نعم. حصلت الإفسادتان والعقوبتان في الزمن الماضي، ثم توعدهم أنهم إذا كرروا هذا فسيعيدوا لهم العقوبة إلى يوم القيامة، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. نعم. هذا وعيد من الله أنه كما أنه عاقبهم على المرتين الأوليين فهو كذلك سيعاقبهم كلما أفسدوا في الأرض. نعم. إلى آخر الدنيا. وهذا واقع ومشاهد، أن اليهود ما زالوا يسلط عليهم الجبابرة ويسلط عليهم عدوهم كلما حصل منهم علو في الأرض وإفساد في الأرض، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب الذي يفسد في الأرض وينشر الفساد فيها ويتكبر على العباد. نعم. هل الإفسادتان لهما حادثتان معينتان أم مجمل أعمالهم؟ الله سبحانه وتعالى لم يحدد نوع الإفسادتين. نعم. ولكن من المفسرين من قال إنهم قتلوا المرة الأولى شعيا نبيا من أنبيائهم. نعم. وفي المرة الثانية قتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام، وهذا صحيح أنهم قتلوا الأنبياء، ذكر نعم. الله عنهم أنهم يقتلون الأنبياء، فهذا من أعظم الإفساد بلا شك. نعم. والحاصل أن هؤلاء اليهود كلما حصل منهم إفساد فإن الله يكرر عليهم العقوبة وتسليط العدو عليهم في المرتين الأوليين وفي كل ما حصل ذلك منهم، كما في قوله وإن عدتم عدنا، وهذا مطلق إلى يوم القيامة. نعم. قوله تعالى في آخر الآية: فإذا جاء وعد الآخرة، معناها المرة الثانية، يعني المرة الثانية. نعم. جزاكم الله خيرا.